السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا كل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم النهاردة. طبعا مشاهدينا احنا بدأنا مع بعض رحلة الخير وحلقاتنا من الأسبوع اللي فات بدأنا نشوف مع بعض تقارير خير، واحنا النهاردة هنبدأ حلقتنا بتقرير من تقارير الخير. وبنقول ان لازم طبعا كل واحد فينا الإنسان يكون عنده جزء أساسي من الخير في حياتنا كلنا، نساعد الناس المحتاجة بأي حاجة نقدر عليها. ومن الحاجات الحلوة اللي ممكن نتعود عليها إننا ناخد دينية أو أي مبلغ يجينا يبقى للناس المحتاجة دايما جزء فيه، تخرج كده مننا حاجة دايما لله تكون دائمة قليلة أو كتيرة. المهم إنه زي ما بنقول دايما نداوم على الخير، والخير يبقى شيء أساسي في حياتنا، ما يبقاش الخير ده في مواسم مثلا معينة زي رمضان وبس، لا، يبقى طول الوقت وطول السنة، ودايما نبقى شغالين نفسنا باللي حوالينا في مساعدتهم وان احنا نقضي حاجتهم. تعالوا نشوف مشاهدينا في بداية الحلقة حالة من الحالات اللي كانت معانا الأسبوع اللي فات، كانت طالبة ايه. سموك موسى احمد موسى، ساكنه بجوار معهد الديني، شارع المعهد الديني على طول في اخره، وبيتي المطرب بوظاه كله، وحضرتك زي ما انت شفت كده، انت شايف على الطبيعه اهو، يعني مش عاملين حاجه. هنا بقالي 30 سنه في وادي النطرون، بنينا البيت ده، وكان جوزي معايا ومايت بقاله 15 سنه، كان معايا 4 ولاد، بنتي برضو ماتت، كان عندها سرطان عذرية، كان معايا بنت وماتت عندها سرطان عذرية. بعد والدها ما مات جريت بها برضو في معهد الاورام شويه، يجي 8 سنين وبرضو راحت عند ربنا الحمد لله. يعني انا كنت باخد معاش الشؤون الاجتماعيه الاول 70 جنيه، ما والدي مات اخويا قال لي 70 جنيه ما يكفوش، انا ملك وعاش والدك، وعامل معاش والدي كنت باخده الاول 230 جنيه كل ما خد في البدايه. والله بقى في زي حضرتك ابن حلال ساعدني لما جهزت بناتي وجوزتهم والحمد لله. وجيت بقى المرض مسكني بقى بقالي 8 سنين مع المستشفى بتاع الحسين، جيت خدت كيماء وخدت اشعاع والعلاج اللي هو بتاع الاورام. في الاخر عملت عمليه، قالوا ما ينفعش الرحم يشال، عملت عمليه زرع انابيب اشعاع، ومعاهم بقالي 8 سنين دلوقتي بتعالج. وانا محجوزه ان باضي البيت زي ما حضرتك شايف، المطره بوظته خالص، وقاعده كده الحمد لله. يعني التلفزيون لقيت التلفزيون محروق، والمراوح محروقه، والثلاجه محروقه، الحاجات الكهربائيه اللي عندي كلها باظت، باظت والله والله، يعني مش كلام، كلها لقيتها محروقة. من يوم ما عملت العملية وانا باخد علاج مخدر 5 سنين ماشي عليه، يعني الجاي على قد العلاج اللي انا باخده الحمد لله. وسافر لمصر، يعني بسافر كل 15 يوم، الاول كنت بسافر كل يوم سابق، دلوقتي شويه شويه يعني هي قالوا لي كل 15 يوم، فمستديمه بقى كل 15 يوم بروح اخد علاج واجي واعمل متابعات واشعاعات وتحاليل، يعني انا لسه عامله اشعاعات وتحاليل وجاي يوم المطر مفاضي. نفسي والله نفسي ادور النبي والله نفسي، ان كان على نفسي نفسي ازور النبي فعلا، وان كان تلفزيون بقى يسليني وانا قاعده كده لوحدي، او ثلاجه او مروحه، بس الحمد لله على كده، يعني مش اكتر من كده. اما المعيشه هي ماشيه الحمد لله. بس وكان يوضبوا لي الاوضه، يوضبوا لي حمام جنبها وخلاص، يبقوا كتر خير، مرتبه نظيفه
الواحد ينام عليها، ما يعني ما مش اكتر من كده. زي ما شفنا مشاهدينا الحاله كانت محتاجه ايه، وطبعا لازم اشكركم مشاهدينا على التجاوب مع الحالات اللي بنعرضها، ربنا يجعله في ميزان حسناتكم جميعا. بعد ما عرضنا التقرير ناس كتير اتصلت بالجمعيه عشان تساعدها، وربنا اكرمنا وقدرنا ان احنا نجيب لها الحاجه ونروح لها بسرعه علشان نفرحها وندخل السرور على قلبها. تعالوا نشوف فرحتها بالاجهزه اللي كانت محتاجاها، وهي طبعا وكتير من اهل المنطقه اللي صورنا فيها التقرير اللي هو وادي النطرون محتاجين مساعدات اكتر، علشان عايشين في بيوت محتاجه يبقى ليها سقف يحميهم من المطره في الشتاء، وربنا يقدرنا جميعا على مساعدتهم. وطبعا ان شاء الله ارقام التواصل بمؤسسه دنيا جديده لمساعده الحالات موجوده معانا على الشاشه، وهتنزل طول الحلقه علشان اللي عايز يشارك ويساعد في الخير ويفرح قلوب الناس دي. واكيد الثواب كبير قوي عند ربنا لما نفرح قلوب الناس، ربنا يفرح قلب كل واحد بيشتغل لله وبيساعد في الخير. تعالوا نشوف بقى فرحتها النهاردة لما وصلت لها الحاجة اللي كانت طالبة. مبسوطة الحمد لله، مبسوط صراحة، مبسوطة دي شوية والله العظيم. ما كنتش مصدقة يعني الحاجة دي بصراحة، يعني الإنجاز ده بسرعة كده مش عارف، ما كنتش مصدقة بجد يعني. لما أنا شفت وحصلت معايا والحقيقة حصلت معايا يعني ما كنتش مصدقة. أنا كنت بشوف الحاجات دي كتير في التلفزيون بس ما بصدقش صراحة. ما صدقتش بقى لما حصل الموضوع ده معايا وصدقت وجاني فعلا، وربنا يخليهم يا رب. انا بشكر كل اللي ساهم وكل اللي وصلني بيه بصراحه، واللي كان السبب ان انا ان انتوا تجوا اللي تشرفوا، والله بشكره بشكره جامد يعني بصراحه يعني، وبشكر كل اللي ساهم في الحياه وربنا يجازيهم خير يا رب. حاسه بفرحه بصراحه مش عارف، مش قادره اعبر لكم، مش عارفه يعني والله والله انا ما كنتش متوقعه ان الحاجات دي هتيجي بصراحه يعني. احنا النهارده قدرنا ان احنا نيجي للحاجه سموكه ونوفر لها حاجات كتير، طبعا ده بفضل التبرعات بتاعه الناس، وخصوصا بعد التقرير اللي حضراتكم زعتوه. طبعا التقرير اللي حضراتكم زعتوه يعني الحاجه ما كانش عندها اي حاجه خالص، تعتبر الشقه بتاعتها كانت فاضيه، فالحمد لله قدرنا ان احنا نوفر لها ثلاجه وغساله وتلفزيون وبوتاجاز وانبوبه وتلفزيون ورسيفر، وان شاء الله الناس تتفاعل معانا اكتر من كده، لان في حالات زي كده كتير جدا وحالات يمكن اقل من كده، فربنا يكرم ان شاء الله ونقدر ان احنا نخدم ناس كتير يعني.